من المآخذ اليوم انه انقسم مشددا الرأي العام انه خي لا تعوا ما بقى حدا يحكينا بالمثاليات وما الى ذلك. هيدا تطبيع وهيدي بداية تطبيع وهيدا رضوخ بطريقة غير مباشرة. حاش تصورونا الموضوع انتصار بنهاية رحتوا قعدتوا مباشر ولا غير مباشر مع الاسرائيلي وطبعتوا ومش الحال. نحن فريق سياسي له حلفاء على مستوى المنطقة مستعدين ان نقدم التزام برفضنا هذا المسار الذي حصل والإعلان أن حقنا هو الخط 29. وإذا لم تلتزم إسرائيل بإعطائنا هذا الخط نحن خلال شهر سنشن حرب على هذا الكيان الغاصب. إذا في ابن مرة بهذا الفريق اللي عم بيشكك بالمسار الذي حصل ويتهمنا بالتطبيع وما شابه علما انه نحن في بسجلنا الاف الشهداء. جيب لي تاريخك وانا بعطيك تاريخي، جيب لي شهدائك بهذا الصراع وانا بعطيك شهدائي بهذا الصراع وبعدين انا وياك بنروح بنتحاسب. اذا كان في ابن مرة بهذا الفريق يجرؤ ان يصدر بيانا بعد اجتماع كتلته السياسيه النيابيه او الوزاريه يقول فيه اننا نرفض مسار التطبيع ونرفض إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونعتبر حق لبنان بالخط 29 يتوجب شن حرب في حال لم يتم إعطائنا هذا الحق وبعدين بنحكي وبالحرب ما بدنا إياكم، نعرفكم رح تروحوا تأمروا علينا، ما بدنا، ما في مشكلة، ما تقاتلوا. مين قال لك إنه كل الناس ضد التطبيع في البلد؟ ما المشكل؟ ما هي وجهة نظر، مع العمالة والعداء لإسرائيل صار وجهة نظر بتعرفي شو والتطبيع المشكل؟ صار وجهة نظر بتعرفي شو المشكل؟ مين اللي أمين الحملة؟ المنتظرين صعود البلد بقطار التطبيع حلفاء المطبعين مين؟ أنا عامل الحملة؟ على أي حال أنا مقتنع هيدا الموضوع اللي وصلنا له فتح النقاش على محل آخر، فتح النقاش إلى أنه الصعوبة كانت تكمن بأنك تتفاهم مع عدو على حدودك، فما بالك بالشقيق والجار. هلأ خلصنا من الجنوب صار مطلوب ترسيم الحدود مع سوريا، قديش رايحين بيتجرؤوا مع الليلون يا خيي كيف بدكم أنتوا تحكوا مع سوريا؟ من تحت الطاولة ما في حكي، هذا الحكي مع سوريا من تحت الطاولة ما بقى يمشي، انتهى. وصرنا 100 مرة ناصحين لحقوا حالكم أحسن ما تأخروا وغيركم على الطريق، ليش لا توصلوا متأخرين؟ نحن بحاجة. بدك ترسيم مع سوريا؟ إيه أوكي يتفضل رئيس الحكومة يطلع على سوريا يلا روحه. مثل بملف الناسحين يا خي عم تقولوا سوريا ما بدها، حشروهن حشروهن وجهزوا قوافل نازحين وقولوا بتاريخ كذا نحن بدنا نبلش بإعادة النازحين السوريين وحطوا سوريا أمام حرج إغلاق حدود أمام هؤلاء النازحين السوريين واطلعوا قولوا للرأي العام شفتوا ما بدهم النازحين في سوريا. بدكم ترسيم حدود مع سوريا؟ مين بيرسم الحدود؟ نجيب هوكشتاين يعمل مفاوضات ترسيم بيننا وبين سوريا؟ فشرتوا. في ناس بدها يونيفل في بدها قوات دولية لطالما جاهروا بهذا الأمر هلأ وسابقا وبعدين حكومة لحكومة وغير هيك لا تعذبوا. يونيفيل وعفوا يونيفيل وخبريات وما شابه وهذا الحكي الفاضي بيضل اسمه حكي فاضي حتى ما نقول أكثر من هيك. تواصل مباشر بين الحكومتين، فريقنا السياسي مدعو إلى أن يكون أكثر هيك. يعني ما حدا عم بيقول بدهن وسيط مع سوريا، بده ترجمة. ما أنا عم بقلك الترجمة هي سقوط مبدأ النائب النفس وقرار النائب النفسي اللي أخذناه يعني. هلأ النائب النفس كان خدمة لدواعش سوريا، للحد سوريا، للدول التي تآمرت على سوريا، كان الهدف من النائب النفس. هودي مسحوا شباب، خلصت أكلوا قتلي ومش الحال وخلصنا. هلأ شو النائب النفس عن شو يعني؟ بدك تروح تفاوض أبو محمد الجولاني بإدلب؟ يعني مين بدك تفاوض؟ بدك تفاوض أبو محمد الجولاني بإدلب؟ مين بدك تفاوض خيي؟ خلاص هيدي بدها رئيس جديد وعهد جديد وحكومة جديدة، وبدها فريقنا السياسي أن يكون لديه اشتراط قلناها قبل، رئيس مؤمن بالمقاومة، مؤمن بالعلاقة المتوازنة بين لبنان وكل الدول العربية دون استثناء. الكلام اللي عم تقوله هو حجر عثرة اليوم أمام وصول رئيس إلى فرايحين على فراغ
لأنه مش مسموح بقى يكون في رئيس يقف إلى جانب المقاومة أو رئيس من فريق المقاومة ومن فريق 8 أدار. هيدا من الشروط الأساسية اليوم لرئيسه، هيدا اللي عامل هيدا البالانس، يعني توازن الرعب داخل مجلس النواب. ما في عنا أي جهة قادرة أن تفرض رئيس ب 65 صوت. إذا هذا الاشتراط موجود فعلا، سجلي عندك ما في رئيس. إيه ما هو معروف أنه هلأ نحن رايحين على فراغ، بس آخر شيء وما في رئيس آخر من هلأ لا إلى ما شاء الله على القليل في 7-8-9 أشهر، يعني ما في مشكل. بس آخر شيء رح نوصل لرئيس ملتزم بموضوع الموقف من المقاومة بشكل واضح. على من صريح تنطبق الشروط اللي حتى محمد الحاج محمد رعد على بالرئاسة؟ يعني هلا حطي الصوت تطلع صورة سليمان فرنجية بالدرجة الأولى. ليه أنا ما بعرف يعني بمحل ما، طبعا هذا الفريق السياسي لحتى نفوت بتفاصيل المشهد الرئاسي يدير الملف الانتخابات الرئاسية هذه المرة بطريقة مختلفة، على قاعدة على شو مستعجلين، ليش حرق الأوراق، ليش رمي أوراق القوة، عندنا مرشح هلا خليهم عم بيروحوا ويجوا ويجوا ويروحوا ويطلعوا وينزلوا، اخر شيء بدهم يرجعوا يحكوا معنا. شو عندنا مرشح؟ مين هو المرشح؟ هلا اذا حدا عنده شك ان مرشح هذا الفريق السياسي هو سليمان فرنجية بيكون في مشكل. ليش عدم المجاهره بهذا الامر وعدم اظهار الدعم او اعلان تبني الترشيح مش رسمية؟ بالضروره هذا الاعلان، قد نصل الى معادله تقول ان هذا الفريق السياسي سيصوت لمره واحده وهذه المره هو يوم انتخاب الرئيس. بس ما بدك تنسى انه لحاله ما بيقدر يجيب رئيس، وفي عندك في حليف أساسي هو التيار الوطني الحر والوزير جبران بسير لا يرضى ولن يقبل بسليمان فرنجية رئيس. في اشتراطين، الاشتراط الأول له علاقة بموقف التيار الوطني الحر، والاشتراط الثاني اللي يمكن له علاقة بموقف النائب وليد جملاط، وفي المعادلة الثالثة لتركيب المشهد اللي إلها علاقة بموضوع الكتلة التي تدور بفلك تيار المستقبل. ويلي طلع النائب وليد بعريني وقال بشكل واضح وصريح أنا أحبذ أن يكون سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية. النائب وليد جبلاط بينقال نائب السابق وليد جبلاط أنه الرئيس بري دق على صدره. بموضوع الوزير باسيل هذا الموضوع محطوط عندي حزب الله، يعني بده يشتغل حزب الله على حزب الله. ما بيقدر يفرض على جبهة، ما بيفرض ولا مرة فرض. أنا أكثر حدا بيعرف بالتجارب أنه ما بيقدر يفرض فرض. أساسا حزب الله وحدة من الميزات في تعاطي الشأن العام أنه ولا مرة بيفرض، هو يتمنى أو هو بيأشر لك على نقاط محددة وبيتمنى بناء عليها اتخاذ الموقف المناسب. أكيد حزب الله سيقول للوزير باسيل مصلحتنا أن يكون سليمان فرنجية رئيس الجمهورية، مصلحة. شو بيعمل ساعتها الوزير باسيل؟ بيقول له إيه طيب أوكي بما أنه مصلحتك هيك أنا رح أعمل هيك، رح أمشي باللي بدك؟ مش هيك طبيعته. في إمكانية الوصول إلى اتفاق، أي نوع من الاتفاق، حول كيفية إدارة البلد بالمرحلة الجاي.